وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بإدانة القانون الإسرائيلي وفرض عقوبات على المسؤولين عن تشريع هذا القانون. أنا بعتقد بات مطلوب المجتمع الدولي كيف تم تقويض نظام جنوب أفريقيا القائم على سياسة التمييز العنصري، أيضا أن يتم فرض عقوبات جدية وحقيقية على الاحتلال من أجل تقويض هذا القانون وتقويض كل سياسات الاحتلال الإجرامية والعدوانية التي تستفيد من خلفية الولايات المتحدة الأمريكية الآن في عملية تثبيت وقائعها على الأرض وعملية تمرير قوانينها الإجرامية وحق الشعب الفلسطيني.